السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ لو سمحت رد السلام، انت كفير واجرى ولا ايه؟ رد السلام. انا رديت يا شيخ بس حضرتك ما سمعتنيش. طيب اسف، اتفضلي اتفضلي. انا حماتي يا شيخ اميه لا تقرا، ولكن يعني حبها للقران خلاها اجتهدت لحد ما قرات، وقالت انا لو قبل ما تجتهد وتقرا قالت لو ربنا كرمني وقرات كل صوره هطلع عليها 50 جنيه. هي دلوقتي الحمد لله اجتهدت وقرات ووصلت للجزء السابع. ووصلت الجزء السابع في القراءة. وبعد ذلك بتنسى تطلع الندر، هي ممكن تطلع لله كتير لكن للندر بالتحديد. طب علميها انت، علميها الله يستر عليك، ونقول لها يا سيد قومي بالوفاء بالنذر، لأن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما هي بتسأل بقى يا شيخ، هي عايزة توفي بالنذر فعلا، بس بتسأل هي عليها ذنب ان هي بتنسى؟ لا، الناس ما لهوش ذنب، لكن تفكريها الله يسلمك.